قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حبيب الغالي، هنا تقدر تتوب لكن الله عز وجل ما يقبلها لك. يتمنى الميت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا صاحب الأغاني، يا صاحب المنكرات، يا صاحب القصات، ويا صاحب الزنا، ويا صاحب اللواط، صدقني هنا تبي تجاوب على كل معاصيك. لكن يا غالي راجع حسابك مع ربي قبل فوات الأوان، حتى يا غالي إن باب التوبة الآن مفتوح، راجع نفسك ونخوك قبل أن تغرغر هذه الروح وتخرج من هذا الجسد ولا ينفعك أي أحد. خويك ما يوديك الجنة، والله مو بخوي، ترى القبر بيخليك تتمنى انك ترجع، فبادر اخي الغالي قبل ان تغادر.